وحول فشل شركاء العملية السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة في ظل خلافات شخصية بينهم كشفها تسريب المالك الأخير، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بك سيد مصطفى معنا. يعني جزء ثاني من تسريبات المالك يوجه فيه سهامه لمقتدى الصدر كما تعلم، هل ترى أن التسريب يندرج تحت الخلافات الشخصية أم أن له أبعادا سياسية الغرض منها التسقيط؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أولا، هذا التسريب ونشره من قبل الناشط العراقي السيد علي فاضل عمل صحفي مهم، ويعني نشعر إزاء بكثير من التقدير العالي. هذا التسريب يفضح العلاقة السيئة بين أقطاب العملية السياسية وهي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق، ويعني تنافسهم على المصالح الذاتية والحزبية والفئوية والطائفية دون أن تكون للعراق حصة ولا للمواطن العراقي حصة في هذه الصراعات التي كما قلنا هي يعني فئوية وطائفية وشخصية، وأيضا هي تعبير عن مواقف وارتهان للأجنبي بشكل كامل. سيد مصطفى، على الرغم من أن المالكي اتهم الصدر بأنه عميل لبريطانيا ومشروعها لضرب التشيع في العراق على حد تعبيره، فإن التاريخ لم ينسى شراكتهما في كل الحكومات السابقة، أو على الأقل كما ذكر الصدر بأن الحكومات السابقة كلها لم تكن لتمرر إلا بالتوافق معه. السؤال هنا، كيف يمكن فهم ما جاء في التسريبات إذن؟ أولا، أن حزب الدعوة أو أقطاب حزب الدعوة يقيمون في بريطانيا وينشطون في بريطانيا ومدعومون من بريطانيا، ونحن نعلم جيدا أن مرحلة ما قبل الاحتلال كانت الأراضي البريطانية تحديدا منطلقا لأنشطتهم وتجمعاتهم ولإقامتهم، وما تزال فما يزال الجعفري وغيرها من أقطاب العملية السياسية وأقطاب حزب الدعوة بالذات مقيمين في بريطانيا. أما هذا التسريب فهو يعني تفضل أكمل. هذا التسريب يعني كما قلنا هو يدل على الصراعات بين هذه الأطراف، ولا يعبر عن أي موقف وطني، ولا يعني يمكن أن يعني ننسى على الإطلاق الشراكة الدائمة التي كانت بين مقتدى الصدر ونوري المالكي. اشترك في حكومتيه، ثم اشترك في حكومة العبادي، واشترك في حكومة عادل عبد المهدي، ومقتدى الصدر هو الذي أنقذ نوري المالكي من السقوط عندما اتفق مع بعض أقطاب العملية السياسية على إسقاط المالكي في العام 2010، ثم عاد وأعطاه مهلة إضافية، مهلة 100 يوم لو تتذكرون، وبعد ذلك هذه المهلة استمرت لسنوات، ووجدنا يعني خلالها أو عاش العراقيون خلالها المزيد من المآسي والكوارث. لسؤال جديد سيد مصطفى، يعني نوري المالكي الطامح إلى العودة لمجلس الوزراء، كيف ترى أثر التسريب على حظوظه؟ لا سيما وأن هذا التسريب تضمن هجوما على إيران الممسكة بخيوط اللعبة. هو لم يهاجم إيران بالمعنى الحقيقي، وإنما هو هاجم بعض الجهات في إيران التي تحاول أن تدعم مقتدى الصدر على حسابه دون أن يسمي أحدا. هو أطلق وصفا عاما على القول بإيران، وهذا نوع ربما من البروباغندا الإعلامية التي يمكن أن يروجها في بعض الأحيان ليبدو مستقلا ووطنيا كما يزعم، طبعا عكس ذلك بالكامل. الكل تحركهم إيران، سنة الاحتلال وشيعة الاحتلال وأكراد الاحتلال، مسلمي ومسيحيي الاحتلال، كلهم يتحركون بأوامر من إيران وبتوجيهات من إيران وبدعم من إيران. المالكي رجل إيران الأهم في العراق، ومقتدى الصدر رجل إيران الأخطر في العراق، لأن له مهام مخفية في دعم العملية السياسية وإنقاذها كلما تعرضت إلى خانق، وهذا ما وجدناه خلال السنوات 20 الماضية. لكن شركاء المالكي ممن يدعون تمثيل السنة في الحكومة لم يسلموا من سهامه، ووصفهم بالحاقدين على الحكم الشيعي،
السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن من ذكرهم المالكي ووصفهم بهذه الأوصاف، إلى أي مدى ترى أنهم سيظلون خاضعين له رغم الأوصاف التي أطلقها عليهم؟ كل هؤلاء الذين يدعون تمثيل العرب السنة في العراق إنما يتحركون تحت مظلة طرف من أطراف العملية السياسية، سواء هذا الطرف كان من حزب الدعوة أو من المجلس الأعلى أو من الميليشيات الإرهابية الأخرى، وبالتالي فهم سيبقون خاضعين لهذه الجهات التي يعملون من خلالها، وهم لا يمثلون العرب السنة بالتأكيد، لأنهم يمثلون مشروع الاحتلال في العراق أولا وآخرا. في النهاية وفي ظل هذه الصراعات سيد مصطفى، وفي ظل تبادل الاتهامات كما تعلم، الحديث الآن عن الديمقراطية التي بشر بها المحتل الأمريكي عام 2003، تفضل. هذا هو النموذج الذي بشرت به الولايات المتحدة في العراق، وبالتالي فهو الوصفة الحقيقية لديمقراطية الإرهاب والميليشيات وفوضى السلاح، ولا أقول السلاح المنفلت ولكن السلاح المقنن المدعوم من السلطة، والذي يتحرك بأوامرها ويتمول من مال العراقيين ويقتل العراقيين. هذا هو النموذج الحقيقي للديمقراطية الأمريكية التي جلبها الاحتلال لبلدنا وسلط هؤلاء العملاء الأراذل على شعبنا. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.